هذا البرنامج برعاية شاي رواحة، شاي بمزاج سوداني. الظافر العقارية، المطور الوطني الأول. قالها تقع البداية دي لأنه الحلقة دي عنوانها الطيور، والطيور ثلاثة: طيور جارحة زي الصقر، النسر، الباز، وفي جزيرة العرب يستخدمونها للصيد من زمان وإلى الآن، وطيور داجنة وهي الطيور التي توضع على المائدة زي الجداد، البط، الوزين، وأحيانا يدخل معاهم الحمام. أما الطيور التي نتحدث عنها الآن فهي الطيور المغردة في الغناء السوداني. كثير من الأغنيات رسلت الطير وسمعت الطير وناشدت الطير، يعني الحمام، البلوم، الحمام وبعدين البلوم والقمري، ده كله موجود في الأغاني، وأحيانا بدون تعريف: يا طير أمشي، يا طير تعال. أستاذنا مبارك المغربي عامل أغنية اسمها لحن الكروان. يا كروان يا أحمد يا إندي، الله يخليك يا جماعة. قبل ما أقدم الأغنية التالية، الذكريات صادقة وجميلة. سنة 1955، ربنا يديكم طولة العمر، آخر ليلة في ذلك العام عشية عيد الاستقلال، الإذاعة السودانية أجرت بيت مجاور للإذاعة عشان البروفات، تلموا الفنانين والعازفين والممثلين كلهم اللي عايزين يحتفلوا في اليوم التالي 1 يناير بعيد الاستقلال. جاء العميد أحمد المصطفى وجاء عثمان حسين وجاء عثمان الشفيع، وجابوا لنا الخروف وجابوا لنا الحلويات، الباسطة والحاجات ملك المحل، وجاءت الفرقة الموسيقية بقيادة المرحوم خواض عليهم رحمة الله جميعا، وبدأت البروفة يعني حوالي الساعة 7، واستمرت لغاية ثاني يوم الساعة 7 احتفالا بتلك المناسبة العظيمة، مناسبة عيد استقلال الوطن العزيز. وبعدين كان في أبريت اسمه يوم الحرية، تأليف إسماعيل خورشيد، إخراج أحمد عاطف، تلحين العاجب محمد حسن، غناء العاجب محمد حسن وعائشة الفلاتية، تمثيل أحمد عاطف، إسماعيل خورشيد، السرقدور. وبعدين الأستاذ الفلاتية جات متأخرة شوية الظاهر عليه، وكان عندها حفلة رأس السنة يعني، قعدت عملية بتاع نص ساعة، عملت البروفة الغريبة بسرعة جدا، حفظت اللحن وكل حاجة، لفحت توبة وقالت لهم الصباح بجيكم بدري، وفاتت وجات الصباح بدري وتقدم الأوبريت. الأوبريت كان فيه مجموعة من الأغاني، لكن في أغنية علقت زي ما بقولوا، اللي هي أغنية غني يا شادي. غني يا شادي فرحة الوادي، يوم تحررنا يوم ده غير عادي، يوم ده غير عادي، غني تايد. يعني الأغنية عجبت الناس، ربما ما أخذوا بالهم من الأوبريت كله، بس الأغنية دي الناس سمعوها كويس جدا وتجاوبوا معها. الله يرحم العاقب قال الأغنية دي إذا كان خليناها في الأوبريت بتضيع، نقوم نعمل لها كلام عاطفي. فجاء إسماعيل خورشيد على نفس الوزن عمل: غني يا قمري لحنك الموري تايوزانات، يعني عمل واسمعني من حبيب عمري لحنك الموري. هذه الأغنية تذكرنا بيوم الاستقلال، ذلك الاحتفال بعيد الوطن العظيم، نعيد الذكريات، نخلي ولدنا حسين الصادق يقول لنا
حبيب عمري وصفك المغري وصفك المغري. غني يا نمري غني واسمعني في حبيب عمري وصفك المغري وصفك المغري. غني يا قمري واشتو بين نجوى. غني لكم يا في الغرام غنوة. غني يا قمري واشتو بين نجوى. غني لكم يا للغرام غنوة. غني قول لنا عن أمانينا. غني قول لنا عن أمانينا. غني قول لنا عن أمانينا. كل أغانينا والنغم يسري. شكرا جزيلا يا شباب. أستاذنا الموهوب جدا المؤثر جدا عبد الرحمن الريح اختار أن يكون له أغنية ربما تكون وحيدة وفريدة بين أغاني الطيور. اختار أن يغني لملك الطيور الطاووس. ملك الطيور نستمع إليها الآن من ولدنا الشاب أمير ونرجو أن يجدل بها. خلي الزهور تفتح و
أخت الفتاة هدى ألوان ملكة الطيور عرقوس وسط الرياح النشوان خلي الزهور تفتح مختل فتاة لا ألوان أرقص وهل في الكون طائر جميل مثل ديه الملوك مفتوح المكان
جزيلا شكرا يا أمي. الله يخليك الله يخليك. شكرا جزيلا يا شباب. الحمام 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 قليل جدا على المائدة السودانية لكنه كثير جدا في الغناء. يا حمام مع السلامة اذكريني يا حمامة يا حمام الروض. كثير جدا جدا الحمام رغم انه على المائدة قليل جدا. من اغنيات الحمام المميزة جدا كانت بصوت الفنانة منى الخير. يا حمام يا زاجل. الحمام الزاجل دي تجينا دلوقتي بنتنا انصاف فتحي بتقول لنا
الله عليك الله عليك يا بنتي. شكرا يا انصاف، شكرا يا بنتي. صالح الضي عليه رحمة الله متعدد المواهب، شاعر وملحن ومطرب، له العديد من الأغنيات الشهيرة. سكننا مع بعض في القاهرة في شارع الخضراوي أنا وهو، وتلمى علينا عبد الوهاب الجعفري، ثم شل من السودانيين نقعد نغني من أول الليل لآخره. في الآخر نختم أشواقنا وحنيننا للوطن فنغني معا يا طير يا ماشي لهنا. نكاد نبكي وأحيانا نبكي ونحب نغنيها يوميا نختم بها. جلسة تبتدي من المغرب تنتهي متى ما تنتهي، لكن تنتهي يا طير يا ماشي لهنا. هذه الأغنية أهديها إلى كل المغتربين خارج الوطن العزيز بصوت ولدنا معاذ بن البادية. شكرا يا معاذ، رغم اني غنيت شويه لكن غنيت كويس. الله يخليك يا ابني. بعدين يا جماعه خلوا بالكم، البط والوزين دي من طيور المائده. انا ما سمعت غنى للبطه، مظلومه جدا، لكن الوزين ما دام عام جن الوزين، وانت كلك زينه وعايمك الوزينه. ولدنا مهاب عثمان جاب لي وزينه وجا مهاب. نعم الوزين بيصدروا عام. نعم. طيب عوم عمق الله عبي صديرو صديرو عمق الله عبي صديرو صديرو عمق الله عبي صديرو صديرو والقيدة بمشي شديرو شديرو وتلايد وفتح تغيرو الرقيص ما شفنا غيرو يا للهو. الوزين بصديرو عمق الله يا سلام
الفاطمي مع الوزيرة يا ليلى هو سلام يا أبو هاب. شكرا يا ابني على هذا الأداء الجيد. أيها السادة، هذا ما كتب ونفذ اليوم، غدا إن شاء الله مكتوب جديد وتنفيذ جديد، حتى نلتقي بلوى في كل حين. لكم من زملاء العازفين ومن أبناء الفنانين